اهلا بيكم في برنامج رمضان في العالم اللي بنتكلم فيه عن عادات الشهر الكريم في العالم كله، والنهارده رايحين الصين. الصين حلوه واحتفالاتهم برمضان برضو حلوه. رمضان هناك اسمه بانشاي، بيكسروا صيامهم على البطيخ وبعدين يروحوا يصلوا ويفرشوا نفس الفرشه بتاعتنا واحنا بناكل بطيخ. ما بيفطروش عندهم هناك غير بعد صلاه العشاء. ما ينفعش يزوروا قبور في الشهر ده عشان هم مقتنعين ان ربنا رحم كل الناس في الشهر ده، فمش محتاجين زيارتنا في حاجه. على السادة المسافرين لمطار الصين التوجه لصلاه الوصول. تعالوا بقى نشوف بيعملوا ايه هنا في رمضان. اكتشفت ان الصين صدرت للعالم كل حاجه الا الحلويات. الحلويات هنا بسمع عنها لاول مره. حلوياتهم دوريان وكوانو ومانجوستين كلها حاجات جديدة جدا على ودننا الحقيقة. الحيطان هنا متزينة بآيات قرآنية والمساجد بالأعلام الملونة. المساجد في التراويح بتتملي بالمصلين برا وجوه، والقرآن بيختموه في التراويح بس أكتر من مرة في رمضان. ورمضان بيعتبروه موسم للجهود الخيرية، والأئمة بيدوا دروس عن أهمية الصوم والصدقات. المساجد هنا مش بتتفتح قدام المسلمين بس، لكن قدام غير المسلمين كمان عشان نعرفهم بصحيح الدين الإسلامي. وطبعا بيبقى خبر سعيد جدا لو كل رمضان ينضم للإسلام مسلمين جدد. ليلة القدر عندهم هنا مختلفة تماما، كلهم تقريبا رجالة وستات وأطفال بيصلوها في المسجد، وبيعتبروها ليلة تحقيق الأمنيات. بيسهروا يصلوا فيها للصبح ويدعوا بتحقيق كل أمنياتهم في السنة كلها. الفطار هنا جماعي، بتبقى الترابيزة مدورة وبتتحرك، والأكل بيتنوع لكن بكميات محدودة، ما عندهمش في الموضوع ده تبذير أوفر. ومعانا دلوقتي عيسى محمد من الصين هيكلمنا عن أهم مظاهر شهر رمضان هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين نعرف بتعملوا ايه في شهر رمضان في الصين؟ ايه الحاجات اللي بتعملوها في رمضان مختلفة عن بقية الشهور؟ كمثل في الصين في مصر يعني، ويصلي ويفطر يعني ويصلي تراويح. بتاكلوا ايه في الصين على الفطار؟ وناكل المكرونه واللحمه يعني. مكرونه ولحمه؟ ايوه. طيب صلاه التراويح عندكم كام ركعه؟ 20 ركعه. طيب صلاه التراويح عندكم بتكون في المساجد رجال وسيدات ولا رجال فقط؟ في بعض مكان في رجال ونساء، وفي بعض مكان في رجال بس يعني. طيب عندكم حلقات بتحفظوا فيها قران كريم في رمضان ولا مش موجوده؟ في ممكن في مكان خاص يوجد يحفظ القران يعني، ليس في كل مكان، بعض المساكن مكان يعني. طيب بالنسبة للأطفال عندكم بيبدأوا يصوموا من سن كم سنة؟ عندنا نصوم الرجل يعني 12 سنة، والبيت يعني 9 سنوات. طيب بالنسبة لصلاة العيد عندكم بتجهزوا لها من قبلها في رمضان، تشتروا لبس جديد كده ولا ما بتعملوش الحاجات دي؟ أيوة نلبس ملابس جديدة ونصلي لصلاة الفطور. أنا بشكرك جدا. وبتختلف عادات الشهر الكريم من بلد لبلد، بس كلنا بنتفق على حب الشهر ده. سلام عليكم.